الحكومة تحدد أسبوعا لإنجاز موازنة 2023 وفق سعر الصرف الجديد، سنقرها بجلسة واحدة. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. كشفت الحكومة العراقية مباشرة وزارة المالية بإعادة إعداد الموازنة العامة لعام 2023 وفق سعر الصرف الجديد 130 ألف دينار لكل 100 دولار. وقال مصدر في الحكومة إن وزارة المالية بدأت بإعادة إعداد مسودة قانون الموازنة العامة وفق ما أقر مجلس الوزراء بتحديد سعر صرف الدولار، وأوضح أن الوزارة تحتاج إلى بعض الأيام لإعادة إعداد مسودة قانون على أن يتم الانتهاء من إعدادها وإرسالها إلى مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل. وأكد المصدر أن مجلس الوزراء يحتاج فقط جلسة واحدة لمناقشة وإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2023.